اهلا بيكم في حلقة جديدة من قلبك ابيض. النهاردة احنا ضفنا بيومي فؤاد. يمكن بيومي ظهر في قلوب وناس كتير قوي اعجبت بادائه، ولكن بيومي عنده مشكلة رهيبة وهو لازم يعيد المشهد 20 مرة لو ما بيحفظش، وساعات كتير يحط السكريبت على الاوتو كيو عشان يقرا. فهنلعب على الموضوع ده، وهدخل كومبارس تعبانة جدا 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 وبتستعطفه ان هو ما يفضلش يعيد في المشهد، ومش هحكي لكم اكتر من كده. تعالوا نشوف بيومي فؤاد قلبه ابيض ولا يلا ستاند باي. يا استاذ ممكن بس انا تعبانه اصلا، ممكن ارتاح؟ ممكن ارتاح؟ ايه يعني تقول لهم حضرتك ان يدوني يوميه وارتاح عشان تعبان؟ ستاند باي. تعبانه والله. ستاند باي. كاميرا ريدي، انت بوب ريدي. لا اله الا الله. فيديو ساوند جايب كاميرا. اتفضل. خش تلاك 21-7-1 اول مرة. استاذ بيومي خلي وشك من يعني تعالى من عند يعني خليك. حاضر. لا العكس. لا لا يا ابو وسع يا جماعة وسع. اوكي حط مكان. اجي احنا ستيل حركة اكشن. الو مساء الخير السناء. يعني هيكون مين؟ لحقتي تنسي صوتي؟ معلش يا ريس انا اسف. معلش البوتاجاز اللي ساند عليه ده هو الضعيف كده، حاسس انه هيقع بيا والانتاج يخرب بيتي. اعزلني وكاني ساند عليه. خلاص يلا بينا. ضعيف يعني ايه؟ يعني عمال يروح ويجي، حاسس انه هيقع يتكسر. ماشي يا ريس. يلا بينا. توقف عن التهيؤات يا استاذ. حاضر يا ريس. احاول. اتفضل. خش كلاك 21-7-1 تاني مرة. روحني خلي بس وقلي الدنيا وميتي. مش فاهمين. تعبانة والله، خليه الدنيا وميتي بس ويروح. حاضر. بس يا جماعة. ستيل حركة. أكشن. مساء الخير. لحقتي تنسي صوتي؟ والسناء برضو؟ أيوه أنا بالظبط. معلش عيد. سامحني عيد معلش. أولا هو الجاكيت كان مفتوح ولا مقفول؟ ولا مش فارقة؟ مش فارقة يا أستاذ بيوم. ماشي. ارجع أولا. يلا يا جماعة من الأول تاني. إثبات. ستاند باي. خش تلاقي 21-7-1 تالت مرة. حركة أكشن. ألو؟ مساء الخير. لحقتي تنسي صوتي؟ طب حذري انا مين؟ مش انت سناء؟ ايوه برافو عليك. ايوه انا اسف.
ستوب في ايه يا استاذ؟ في جمله واقفه في الفيلم. يعني انا تعبانه والله يا استاذ اسامه، يعني روحني بقى. بس يا ست. ايوه بقى بقول لك ايه، احنا مش فاتحين شؤون اجتماعيه، انا عايز اشتغل. احنا اسفين يا استاذ، بس يا ست الكل. يلا يا بيت اتفضل. اتفضلي. بس يا ماما. هنيجي ندوخ سيدنا اخر اليوم ونقول الصفيحه واقفه والصفيحه. يا ذنبي ما ندوخ شايف الناس دي. انا اسف. يلا يا جماعه. اتفضل. والفيديو والساوند. والكاميرا بلاك 21/7/1 خامس مرة. حركة حركة. أسف. ألو مساء الخير الأستاذة سناء، لحقت تنسي صوتي؟ طب حذري فذري أنا مين؟ ستوب. لا 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 الحاجه بتاع يا جدعان، ما انا قلنا لو ثواني ثواني مش مصوره تمشي الحريم تشيلها بعد ثواني ثواني. بس اسم الله عليك، اسم الله عليك يا حد معاك لونيا يا رضوان؟ يا عم ما انت 20 مره. طب معيد يا استاذ، يا الناس بتقع، الناس بتقع، الناس بتقع. طب وايه يعني يا استاذ بيومي؟ في سيناريو بتستلمه تقراها، تيجي حافظ في ورطه. انا من حق ان اغلط يا هاني، من حق ايه؟ مره اتنين مش 50 مره. ما حدش معاك لون يا بني، مش واخد سيناريو، حدش معاه حاجه يا جماعه. طب بس مفوق الاستاذه بعد كده بعرف ارد عليه. ثواني يا جماعه، ثواني يا جماعه. يلا يا سادة، يلا يا سادة، سيبوني ارد على كل يا سادة. ترد على مين يا بيه؟ ثواني يا روح. لا ترد على مين؟ على الجميع. ارد على الجميع. ترد يعني تقول ايه؟ مش فاهم يا مؤاخذة. ارد انا من حقي ارد. حسبي الله ونعم الوكيل. اطمن بس على السادة. حسبي الله ونعم الوكيل. انت شغال في 50 مسلسل، هتحفظ امتى؟ يلا يا بيه، يلا يا بيه، يلا يا بيه اتفضل.
يلا يا بنت اتفضل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا ستي خلاص يا ستي خلاص خلاص الله يتعصب. هتقومي يا ستي ولا تروحي؟ قومي يا ماما. يلا يلا سيبايا تقوم تشتغل. مش هاخد يوميتي بسببه. لا انا هديلك يوميتي. هاخد يوميتي بسببه. والله حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يلا يا بنت يلا يا بنت يلا يا بنت الكشري. ارجع تاني يا سادس. يلا يا جماعه يلا يا سادس. يلا يا جماعه اسرع عايزين نخلص كل واحد مكانه. يلا يلا يا جماعه يلا يا بيه يلا يا بيه اتفضل. اون باي 21/7/1 سادس مره حركه حركه بقيت كويسه يا استاذ اهو مره. معلش يا استاذ دي مجنونه هتصور كويس. اهدي بقى وعقلي. طب نثبت بقى يا جماعه نثبت بقى نهدي الحركه شويه. ما قلناش حد يتحرك. يلا يا جماعه يلا ليه يعني اغلط براحتي. لا يا بيه ركز. ايه يا عبد الله مش هنهزر بيه. عشان زعلان يا بيه احسن اهي. خلاص اوكي اوكي يلا يلا بينا يلا بينا يلا احنا ريدي يا ريس. دي كانت بتموت من شويه. والله 21/7/1 سابع مره. حركة حركة. مساء الخير استاذة. هي اسمها الاستاذة ايه؟ يلا بينا يلا بينا من الاول تاني يا استاذة. يلا واحد وعشرين سبعة واحد تامن مرة. حركة حركة. أفضل. ألو مساء الخير الأستاذة سناء. لحقتي تنسي صوتي؟ حذري فذري أنا مين بالظبط كده. برافو عليك. بقولك إيه ما تنزلي شوية. أنا تحت. ايوه مين ابوك ايه؟ طب ما تخافيش انزل. انا بقول لك انزل. في جمله. طب طب انا عايزه فلوسي واروح من الراجل ده. ما قال لي اديكي فلوس. بس يا ماما والله قالت هو اللي ياخد فلوسه ويروح. قال لي اديكي فلوس وحياه المصري. والله العظيم. تعالى يا بابا تعالى يا بابا ما تكلميش المخ جايب. تعالى. نعم. هات لي فلوسي من الراجل ده. انا اديلك. انا رايك راجل بيمثل ده مش عارف اسمه ايه ومشهور يعني. فين عن الزغبي ده؟ اول مره. حاضر يا ستي. انا اول مره اشوف. خلصنا يا عم من يا حبيبتي. تعالى يا حبيبتي تعالى يا حبيبتي. هات لي الفلوس حبيبتي كملي اليوم. هو لما انا تعبت قال هيديني الفلوس. عايزه الفلوس دلوقتي. مش ماشيه غير لما اخد الفلوس دلوقتي. الاستاذ اوجاي برضه يا استاذ. الراجل ده شغال ممثل اوجه عند الاستاذ ممدوح شاهين. ماشي اتفضل يا حضرتك. يلا يا استاذ اديلها الفلوس خلينا من فضلك. يلا يا بيه. لو اديتها الفلوس هتمشي. يلا يا بيه. يا عم اديلها الفلوس. مش انت قلت لها يا استاذ بيومي اديله الفلوس ده. حاضر يا بيه. خلاص يا سيدي. الثلاث ايام ب 300 جنيه. خلاص يا سيدي خد خد يا سيدي خد. بس كملي بقى اليوم. لا لسه 100. خلص اليوم. لا احنا شغالين في حله. لا ومنه هو مش منه. لا لا ما احنا بنصرف عليه برضه. اتفضل. يلا يا استاذ. يلا يا بيه اركز يا بيه. اتفضل يا استاذ احنا اسفين. طب ما هم ياما برضه بيغلطوا يا استاذ اسامه وبيبصوا في الكاميرا واحنا عمرنا ما اعترضنا يعني. يلا بيه. ولا قللنا ادبنا ولا قلنا حاجه. لا انا خلاص هتلاقيني فرينه بعد الست دقايق. ماشي معلش. لا انا خلاص اوكي تمام اوكي معلش. ايوه كمان مره. يلا انا جاي. يلا ستاند باي. 21/7/1 تاسع مره. الو مساء الخير الاستاذه سناء. لحقتي تنسي صوتي؟ حذري فذري انا مين. ها ها برافو عليك بالظبط.
بقول لك ايه؟ ما تنزلي شويه. ايوه انا في الشارع. مين؟ ابوكي مين؟ ابوكي صاحب. لا تعالي. اسمعي بس. في كلام المرة اللي فاتت انا نسيت اقوله لك. عايز اقوله دلوقتي. طب انزلي وانت تشوفي. لا اصل انت ما تعرفيش انا مين. يعني نازلة؟ يلا طيب. 10 دقايق مش اكتر. وانا في انتظار. ستوب 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 ستوب. انا وين؟ من الاول تاني يا جماعه مكاننا. اتفضل يا استاذ. اشرب ميه بس. ميه؟ قرفنا يا شيخ! طول النار يعيد ويعيد ويعيد. هو يعني عامل فيها ممثل؟ انتاج يا جماعة. ولا حاجة. ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ ايه الانتاج؟ حصل خير حصل خير. ست كبيرة وتعبت معلش. مش خايل اللي هي عايزاه؟ في ايه يا جماعة؟ ولا هم. وين؟ نعم يا استاذ. في ايه يا وائل؟ واحنا جايين النهارده بس. ناسيين يا استاذ. هي لما لقيت الاستاذ وائل بينفعل عليا قالت بقى خلاص. يلا بينا يا جماعه. يلا نعمل شغل. اتغطى بالجاكيت. معلش ايه؟ مش كومبارس ولا حاجه ولا يهمك يا ريس. مش كومبارس ولا حاجه يعني زميله. معلش يا ريس معلش. ممكن اصالحك؟ ما انت ما بتستفزش خالص. ممكن ايه؟ اصالحك؟ ده تعملي حاجه تاني. لا اصلا انت مش عارفني؟ لا مش عارفك ايه. طب احلف. مش عارفك لا. بس هنا بكده؟ استفز اصالحك. الدبدوب ده. ماشي يا ستي. انا ريام سعيد. اشرب ميه بس. ميه؟ عرفنا يا شيخ! طول النار يعيد ويعيد ويعيد. هو يعني عامل فيها ممثل؟ انتاج يا جماعه. ولا حاجه. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ ايه الانتاج؟ حصل خير حصل خير. ست كبيرة وتعبت معلش. مش خايل اللي هي عايزاه؟ في ايه يا جماعة؟ ولا هم. وائل. نعم يا استاذ. في ايه يا وائل؟ واحنا جايين النهارده بس. ناسيين يا استاذ. ما هي لما لقيت الاستاذ وائل بينفعل عليا قالت بقى خلاص. يلا بينا يا جماعة. يلا نعمل شغل. يتغطى بالجاكيت. معلش ايه؟ مش كومبارس ولا حاجه ولا يهمك يا ريس. مش كومبارس ولا حاجه يعني زميله. معلش يا ريس معلش. ممكن اصالحك؟ ما انت ما بتستفزش خالص. ممكن ايه؟ اصالحك؟ ده تعملي حاجه تاني. لا اصلا انت مش عارفني؟ لا مش عارفك ايه. طب احلف. مش عارفك لا. بس هنا بكده؟ استفز اصالحك. الدبدوب ده. ماشي يا ستي. أنا ريام سعيد. سوري سوري سوري. ما أنا
لقيتك قلبك ابيض زياده عن اللزوم، مش عارفه اعمل ايه. قلت عايز ميه، قلت اديك ميه في وشك يمكن تعمل اي حاجه. انا امسح. قلبك ابيض والله، وانا اسفه جدا بس يعني بجد زعلت. لا مش زعلت ولا حاجه. انا عايز اقول لك ان انت حتى لو كنت حسيتني في حاجه غريبه، رشه الميه دي اكتر حاجه تنرز الدنيا. طبعا. طب ايه؟ بس انا اتعاملت على انك ست كبيره وتعبانه ومتضايقه وعادي يعني. اوكي. لا لا مش زعلان ولا حاجه، انا اللي زعلان منه الكلب اللي اسمه وائل. يعني ده ما كانش شارع عبد العزيز؟ ده اللي كنت بصوره؟ ده كان عندي مشكل. ده كان قلبك ابيض. كان قلب ابيض. ازيك وحشتيني. ده قلبك زي البفته. عامله ايه؟ بس عايز اقول لك حاجه للناس ما تعرفوش بقى بجد، ليه لعبنا على الحته دي؟ لان هو فعلا ما بيحفظش. ايوه من قلوب. خلاص؟ أيوة. عشان كان في مشاهد الساعه 4 الصبح و5 الصبح، قعدنا ل 7 الصبح اعاده اعاده اعاده، فاوعوا تفتكروا ان احنا يعني موضبين. ده فعلا حضرتك معروف انك ما بتحفظش. أيوة. بس ممثل عبقري. ربنا يخليك. ممثل جامد واخلاقه كمان عاليه جدا وقلبه ابيض، ودي احسن حاجه فيك. ربنا يخليك. اهم من اي حاجه، وبشكرك جدا. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه.